ونظمت إدارة الأمن السيبراني في البحر الأحمر الدولية حملة توعوية في الرياض لنشر الوعي السيبراني حول كيفية حماية البيانات، بالإضافة للتعامل مع الهجمات المختلفة والتطور التقني الذي نعيشه اليوم. افتتاح الحفل بوجود الشيف ادمنستريتيف اوفيسر الاستاذ احمد درويش، وجود الشيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر الاستاذ سلطان راشد. مسؤوليه السايبر سكيورتي او الامن السيبراني هي مسؤوليه الجميع، فبدون التوعيه هذه ما نقدر نوصل المعلومه ونوصل الفكره بالمخاطر وكيف ان الشخص المستخدم العادي يقدر يقاوم أو يواجه المخاطر هذه وكيف يبلغ عنها ويتعامل معها. مع التطور الرقمي ورؤية المملكة 2030، أكثر استثمارات الشركة تتمحور حوالين الأنظمة والأجهزة، ولكن أهم عامل اللي هو نعتبره خط الدفاع الأول في حماية المنظمات هو العامل البشري. هذا السبب الرئيسي من حملتنا التوعوية. تقريبا زي الاميونيتي سيستم تبع الانسان، يعني كيف تحمي نفسك وتحمي معلوماتك في السايبر سبيس.